أخبار العالم اليوم. الإفراج عن أول أسيرة فلسطينية براء المالكي في إطار اتفاق يثبت أن شاليت على قيد الحياة. تحركات قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بجرائم حرب ستستمر رغم رفض محكمة بريطانية اعتقال باراك بحجة الحصانة الدبلوماسية. إيران تشكو اختفاء 4 إيرانيين بينهم عالمان نوويان أحدهما اختفى بعد أداء العمرة. وصول ميشيل أوباما إلى كوبنهاجن لدعم ملف شيكاغو لاستضافة أولمبياد العام 2016. لتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.